السلام عليكم يا دكاترة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكون المذاكرة تمام وتكونوا استفدتوا من اللي فات. وانا شفت في ناس سألتني اسئلة كده، بس انا معلش كان في مشكلة في تحميل الفيديو اللي فات، وياريت تطمنوني انكم كلكم قدرتوا تحملوه او تتصرفوا وتنزلوه. انا بصراحة يعني جاهلة في التكنولوجيا جدا يعني، خلاص بس ما قدرتش اركز. فانا بس هحاول ان انا انجز في الفيديوز عشان خاطر ان انتوا تلحقوا تسمعوها قبل ما تذاكروا او في وسط المذاكره يعني، وبعد كده ان شاء الله هرجع لكل الاسئله، مش هسيبها يعني. طيب، تاني شابتر طبعا انتوا خايفين منه، وبرده من امتع الشباتر في الماكسيلوفيشال كله، ممتع جدا. وبرده نفس فكره الاكوايرد ماكسيلاري ديفكت، هو محتاج تخيل، يعني محتاج انك انت تتخيل انا بتكلم عن ايه. انت مستحيل تفهم المشكلة ومستحيل تفهم العلاج من غير ما تكون انت فاهم الراجل شكله ايه، ايه قضيته، تعبان من ايه، ايه اللي بيشتكي منه. طيب، الاكوايرد مانديبولار ديفكتس برضو ليها تقريبا نفس اسباب الماكسيلاري ديفكتس، نفس القضية. غالبا بيبقى راجل عنده ديسيز، غالبا بيبقى كانسر او تيومر، خلاص. والتيومر ده محتاج يتشال سيرجيكالي، فلما بيتشال سيرجيكالي بيتشال بأريا كبيرة حواليه، فبيعمل ديفكت كبير، خلاص. وانت عندك اوريدي الماندبل يعني عضماية قد كده، فاهم ازاي؟ فلما بتشيل حتة كبيرة من الماندبل، عظم كتير، بيبقى قدامك اختيار من اتنين، يا اما انك تشيل عظم كتير من الماندبل، بس ياريت انك تقدر تحافظ على الانفيرير بوردر بتاعك عشان تقدر تحافظ على الصلة ما بين اجزاء الماندبل المختلفة. انت عندك في المجزلة لو انت شلت اي جزء اوريدي هي عظمة كبيرة مرتبطة ببعضها، ما بيحصلش مشكلة في التواصل ما بين بقية العظام. لكن الماندبل عندك عامل زي طبق متوصل من الكن الكوندايل هنا للكوندايل هنا، فلو انت فقدت الكونكشن في اي اريا ما بين بقيه العظم بتبقى مشكله. وهنشرح دلوقتي المشكله فين، هنشرح دلوقتي المشكله هتظهر فين. طيب، فانا دلوقتي علشان اتخيل، بتخيل ان الراجل ده عنده ديسيز، عنده حصل له اكسيدنت، المهم فقدرنا سيرجيكالي ان احنا نشيل جزء من العظم. فحاجه من اتنين، يا اما انك شلت من العظم لحد انك وصلت للانفيريور بوردر وما تعدتوش وحافظت على الاتصال ما بين السيجمنتس اللي فاضله في الماندبل، يا اما انك ما قدرتش زي في حاله تيومرز كتير جدا، فانت بتشيل حته كبيره، جزء كبير من الماندبل بيوصل لانك تشيل سايد بحاله، تشيل سايد بحاله. يعني مثلا دايما طول ما انا بشرح هنتخيل ان ده الانتكت وده الديسيز، ده الانتكت والريسكشن حصل هنا. وفي كلمتين هنعيدهم كتير في الشابتر ده جداد علينا، مش جداد علينا في العموم، جداد في الشابترز اللي فاتت ما تقلوش. كلمة ريسكشن، ريسكشن يعني سيرجيكالي ريموفد، سيرجيكالي كات، خلاص يعني حصل كات في الحتة دي سيرجيكالي، بس دي فكرة كلمة ريسكشن، خلاص. فانا لما بقول لك حصل ريسكشن في الحتة دي يعني شلناها سيرجيكالي، خلاص، ادي الفكرة كلها. تاني كلمة، كلمة reconstruction، إعادة بناء الجزء ده، هنعيد بناءه. فالكلمتين دول مهمين، هيتعادوا كتير وما نتلخبطش بينهم. resection يعني قطعناه surgically، و reconstruction يعني أعدنا بناءه. طيب، الراجل ده باختصار أنا أحب أحكي الفكرة العامة الأول وبعدين نمشي بترتيب المحاضرة، ما فيش مشكلة، بس أنا بحب أحكي لك الأول بشكل عام عشان تفهم معايا وتتخيل. طيب، فالراجل دوت لما حصل له ديسيز شلنا العظم، يا اما بيكون باقي العظم متصل، فالريسكشن ده بنسميه مارجينال ريسكشن. مارجينال ريسكشن يعني ايه؟ حافظنا فيه على المارجن، حافظنا فيه على الترابط بين اجزاء المندبل، يعني بما معناه ان المندبل سليم في المجمل لكن متقور منه حته كبيره. يعني مثلا احنا قلنا ده دايما السايد اللي في ديسيز مفرغ منه جزء كبير، السنان بالالفيلر بون، بساعات حاجه اسمها البيزل بون اللي تحت الالفيلر كمان،
وسايب لك بس الانفيريور بوردر نظرا للحفاظ على المتبقي من المانديبل عشان يقدر يفانكشن بيه بعد كده. والنوه التاني اللي هو السيجمنتال. طب عايزين نتخيل مع بعض لو الانسان ده شال ناحيه بحالها من المانديبل، يعني هنتخيل ان انا شلت الكوندايل بالارم بالريمس دوت بالمانديبل، هنقول لحد الميد لاين مثلا ويمكن يتعدى الميد لاين كمان خلاص. فانا لو شلت الجزء ده بحاله احنا نتخيل ايه؟ يعني مخنا كده مثلا يتخيل الراجل ده عامل ازاي؟ هيبقى في الحالة دي عامل زي ان المانديبل متعلق من كوندايل واحدة. خدتوا بالكم؟ خدتوا بالكم من الفكرة؟ متعلق من كوندايل واحدة. طيب انا ليه بعمل بايدي كده؟ ليه بيرقص المانديبل ده؟ هل هو من المنطقي ان لو شلنا سايد السايد التاني يفضل ثابت ويطلع ويقفل كده؟ طب ايه اللي هيمسكه؟ ما هو كان متصل ببعضه فبيفتح ويقفل كده. طب انا شلت السايد ده، ايه اللي هيخليه يتطوح كده او يعني يتدلدل؟ لان اللي ماسك المانديبل من الناحيتين الماستيكيشن ماسلز. خدت بالك معايا؟ الماستيكيشن ماسلز. فانا لما شلت ناحيه بحالها من المانديبل انا شلتها بالماسلز بتاعتها. ولو نفتكر مع بعض ان دايما الماستيكيشن ماسلز عباره عن تو بيرز من كل حاجه، يعني عندك هنا ماسيتر هنا ماسيتر، اللاترال تيجويد هنا اللاترال تيجويد، هنا تمبريلس وهنا تمبريلس، دايما عندك هنا واحده قصاد واحده. طب لو انا عندي سايد واحد من المانديبل بسايد واحد من الماسلز، اللي هيحصل ان كونتراكشن هيحصل في سايد واحد. فلما الكونتراكشن بيحصل في سايد واحد مفيش حاجه مقابلاه فبيتطوح، بيتطوح. فهمت ازاي؟ لكن لو هو اوريدي الماسلز ما بتتحكمش فيه والكوندايل عامله زي العجله طالعه نازله كده زي عجله، ما هو انا دلوقتي لو عندي عجله بسكليتة فيها عجلتين، شلت عجله، العجله التانيه هتتطوح؟ لا، برضو هتلف في نفس الاتجاه، لكن مش ده الوضع، مش ده الوضع في المانديبل. المانديبل اللي ماسك الكوندايلز ماستيكيشن ماسلز، الماسلز خلاص. فانا اوريدي لو اتخليت عن الماسل في ناحيه، الناحيه التانيه هتدلدل كده خلاص. وخدوا بالكم من الحركه دي علشان هنقدر بعد كده نفهم. طيب انا بقى علشان خاطر اقدر افهم الصعوبات اللي بيقابلها الراجل ده، علشان افهم انا بعالج ايه، ما انا بعد كده في الشابتر هحكي لك العلاج صح، هحكي لك انا بعالجه من ايه وهعالجه ازاي وازاي وازاي. طب مش هفهم الاول ايه الديسابيليتيز اللي قابلته؟ ما جايز انسان طبيعي، ما جايز هو مبسوط حلو ما عندوش مشكله، لا هو عنده صعوبات هتقابله. زي ما اتعلمنا ايه هي الصعوبات اللي قابلت الراجل اللي عنده ماكسيلري ديفكت، كانت ايه الصعوبة الكبيرة؟ انه عنده كوميونيكيشن ما بين الاورال والنيزل كافيتي، فبيعدي منها الهواء والاكل، فلا بيعرف ياكل ويبلع لان الاكل بيرد تاني من النوز، ولا بيعرف يتكلم لانه مش قادر يتحكم في الهواء بتاع الكلام انه يخرج من الاورال لوحده او من النيزل لوحده، فبيلفوا مع بعض، فالكلام بيطلع فيه هايبر نيزاليتي او مخنف، او غالب عليه فكرة الام والان والان جي. فهمتوا ازاي؟ وعشان كده نزلت لكم صورة الممثل اللي بيتكلم بالطريقة ديت. في دكتور عزيز عليا جدا افتكر ان ده تنمر، وما كانش عارف ان انا اللي بعت الصورة بالمناسبة، يعني انا اللي بعتها خلاص. فهو مش تنمر ولا اي حاجة خالص، انا بحاول اقرب لك الصورة عشان لو انت مش فاهم الراجل ده بيتكلم الهايبر نزلت شكلها ايه تعرف. وعلى فكرة بالمناسبة انا حتى والله ما اعرف هو كده اصلا ولا هو بيمثل، يعني فهمتوني انا اصلا ما اعرفش يعني اذا كان هو ده خلقة ربنا ولا هو بيمثل بيأدي يعني. خلينا في الحته دي. الصعوبه بقى اللي هتقابل الراجل اللي عنده سايد واحد من المندبل او عنده ريسكتد سيجمنتال ريسكتد مندبل، خد بالك ان كل الديسابيلتيز اللي مشروحه في المحاضره او اللي هنتكلم فيها دلوقتي غالبا بتقابل السيجمنتال ريسكشن، مش اللي محتفظ بالكونتينيوتي بتاعته. الراجل اللي عنده ريسكشن محتفظ فيها بالكونتينيوتي وبالانتجريتي بتاعه المندبل بتاعته مش هيقابل الديسابيلتيز دي، هو هيقابل ديسابيلتي واحده، صعوبه واحده. الصعوبه دي في الاوكلوجن بتاعه، لان انت اوريدي شلت سنان بالبون بتاعها. فتخيل معايا كده مثلا الراجل اللي محتفظ بالانتجريتي بتاع المندبل زي واحد خلع سنانه من زمان، فمثلا انا خلعه زي حالاتي كده لما عملت، فمثلا خلع سنانه
فالبون عمال يحصل له ريزوربشن ريزوربشن، واحنا كنا شفنا الكلام ده كلنا واحنا بنعمل حالات في الفيكسد. لما تاخد حالة للدكتور بتاعك ويكون خالع مثلا السيفن والستيكس وفرحان انت قوي رايح تعمل له بريدج، فالراجل يروح صادك في وشك ويقول لك نوت انديكيتد، فاهم ازاي؟ ليه يا دكتور؟ ما السنان سليمة وجميلة، الاباطمنتس جميلة، والراجل الهيلث بتاعته هايلة، حتى الاورال هيلث بتاعته جميلة. الراجل يقول لك، فيجي مثلا معيد الكراون يقول لك في ريزوربشن عالي في المكان الايدنشلس، فانت لما تركب هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه فراغ فوق التركيبة، فنوت انديكيتد، ما تزعلش. خلاص نفس الفكرة، تخيل معايا نفس المنظر. هو مثلا هنتخيل ان حصل مارجنال ريسكشن هنا وشال السنام بالبون بتاعها وراح سايبها لك متقوره كده، فالراجل ده ايه الصعوبه او ايه الديفيكلتس اللي هتقابله ان هو عشان يحصل بروتيزس هنا، يحصل تركيبات هنا من اي نوع، سواء فيكسد سواء ريموفبل سواء امبلانت، ما عندوش عظم، فهيحصل صعوبه في انه يركب. لو ركب تركيبه عاديه من غير امبلانت هيحصل لها تيترنج او مفيش استابيليتي، بترقص في هنا مكان مفتوح بترقص لانها ريموفبل، او لو حتى ركب فيكسد هتبقى في فراغ كبير تحتها والتركيبه ما تتحملش وتتكسر خلاص. ولو جه يركب امبلانت ما عندوش بون يحط فيه الامبلانت، فالراجل ده مشكلته غالبا بتتحل ببون جرافت. خلاص بحط جرافت، حل. الناس كلها عارفه يعني ايه بون جرافت، مش هشرح يعني ايه بون جرافت، هزود بون في الحته دي، فالراجل ده مشكلته هتتحل خلاص. فاذا المارجنال ريسكشن في الماندبل اللي هنعرفه قدام دلوقتي اوريدي انا شرحته، ده مشكلته الوحيده غالبا بتبقى في الاوكلوجن وفي التركيب التالي بعد كده، انه لما يجي يركب ما هيبقاش هبعنده. انما الصعوبه الحقيقيه والازمه الحقيقيه اللي هتقابلنا دلوقتي، هتقابلنا في الراجل اللي فاقد سايد بحاله من الماندبل وفاضل له سايد. طيب اول حاجه هتقابله، حاجه اسمها impaired speech articulation. يعني ايه؟ يعني ايه speech articulation؟ الراجل اللي كان عنده ماكسيلاري ديفكت ما كانش قادر يتحكم في الهواء اللي خارج من بقه، خلاص مش عارف يتحكم من الهواء، لكن ده مش عارف يعمل articulation اصلا. قلنا الارتكيليشن ده اللي هو الكلوز كونتاكت ما بين الاورجنز بيحصل غالبا بالتنج، صح؟ التنج لما يخبط في البلت يطلع لك حرف ال، يخبط في السنان يطلع لك حرف السين، يخبط في ال، فهمت ازاي؟ فلما التنج يتعامل ويخبط في البلت يطلع لك الفاظ منطوقه. طب الراجل ده ايه المشكله انه خالع فاقد الناحيه دي؟ ليه مش هيقدر اللسان يخبط في البلت ويتكلم؟ لان المندبل بيقع، هو مش قادر يقفل، مش قادر المندبل يقفل على المجزله، فالمندبل واقع شادد مع التنج. خدت بالك من الفكره؟ التنج لازق في الحته اللي فاضله والمندبل متطرف متدلدل، مش عارف يقفل المندبل على المجزله، فمش عارف يعمل كونتاكت. فهمت فكرة يعني ايه impaired؟ impaired يعني damaged او حصل فيه error، يعني impaired بايظ speech articulation. لكن في المقابل انا لو ثبتت له الماندبل وخليته يعرف يقفله صح هيتكلم حلو قوي، اوكي؟ يبقى هي المشكلة مش زي الراجل اللي في المجزلة خلاص، لا ده عنده العملية اسهل في تصليح السبيتش خلاص. اني لو قدرت ان انا اعوض الجزء المفقود في الماندبل وعملت له التركيبة المناسبة هيقفل ويفتح حلو وهيقدر يتكلم حلو. طيب تاني صعوبة سوالوينج، طبعا نفس الفكرة برضو، ان التانج مش قادر يوصل للبلد ويزيح الفود بولس لورا، جميل؟ مش هيقدر ان هو يبلع ويزق ويعمل نيجاتيف بريشر اللي يرجع الفود بولس لورا خلاص. طيب بعد كده حاجه اسمها problems with mastication. يعني ايه مشكلته في الماستيكيشن؟ نفس الفكره، هو مش قادر يتحكم في الاوبننج والكلوزنج والموفمنتس بتاعت الماندبل، فمش قادر يعض كويس، وطبعا عنده ناحيه كامله من الاوكلوجن بتاعه مفقود، السنان دي كلها مش موجوده، ومضطر ياكل على الناحيه دي، والناحيه دي مش عارف يقفل. وقلنا ليه؟ قلنا ليه؟ لانه الناحيه دي فقد الكنترول في الموفمنت بسبب ان مفيش muscles of mastication مقابلة تقفل وتفتح، لما دي فقدناها بقت دي متدلدلة. كلام كويس؟ كويس.
طيب نيجي لأهم disability وأهم مشكلة بتقابل العيان ده، وهي حاجة اسمها deviation. يعني ايه deviation؟ دلوقتي احنا قلنا ان بقية المانديبل فاقد السيطرة متدلدل. طب هل هو يعني عامل ازاي؟ يعني هو عامل ازاي؟ ولما يبقى فاتح عامل ازاي؟ ولما يبقى قافل عامل ازاي؟ طيب لما بيبقى فاتح mostly بيبقى في وضع معقول، يعني مثلا هو عامل كده مثلا، لو فاتح ما بيبقاش باين قوي، مش قضية. لما بيجي يقفل بقى، يجي يقفل يعمل كلوزنج، مش عارف يقفل كده، فبيحصل حاجة اسمها deviation towards the resected side. ال resected side الناحية اللي مفقود فيها المندبل، يجي يقفل يعمل كده. خدت بالك؟ يبقى ادي فكرة ال deviation. هو فاتح مش فارقة كتير، يجي يقفل غصب عنه. ليه؟ اللاترال تريجويد تحصل لها كونتراكشن، يروح حاطط على الناحيه التانيه، مش عارف، مش لاقي لاترال تريجويد قصادها تقفل، يروح حاطط على الناحيه التانيه، فعنده ديفيشن توردز الريسكتد سايد. دي بقى مين اللي هيصلحها؟ انا كبروتودونتست ولا السيرجن اللي هيصلح، اللي هيعمل ريكونستراكشن سيرجيكالي؟ لا، دي انا اللي هصلحها. امتى؟ قبل الريكونستراكشن، وهنعرف دلوقتي ليه قبل الريكونستراكشن. طيب بعد كده في حاجه اسمها كومبرومايزد كنترول اوف موفمنت في العموم، وكومبرومايزد كنترول اوف سليفري سكريشن. خلاص انه الراجل ده طبعا معروف ان هو مش قادر يقفل بقه بروبرلي، فالسلايفا بتقع. واخر حاجه الكوزماتيك ديسفيجرمنت، وطبعا مش اخر حاجه ولا حاجه، طبعا مهمه جدا يعني، بس دي حاجه ما يعني بديهيه يعني. طيب بعد كده جزئيه كده عن البريديسبوزنج فاكتورز للنيوبلازم في المانديبل، خلاص. ودي جزئيه ممكن تكون انت شايف ان هي خارجه الموضوع او ما جانبيه يعني، لا لا هي مهمه، ولازم انت كدكتور اسنان تعرف البريديسبوزنج فاكتورز علشان تعرف انها في حاجات كتير منها ممكن تكون مش ملحوظه لكنها بتؤدي لتدمير كامل. بمعنى ان النيوبلازم هنا او التيومر هنا او الكانسر ممكن يجي في اللسان مثلا، ممكن يجي في الـ في الـ في الـ في الـ في الفلور اوف ذا ماوث، بسبب حاجات ممكن تكون مهمله بالنسبه للناس وبالنسبه للبيشنت مثلا، بس بتؤدي لان المشكله ان الكانسر لو جه في اللسان فالسيرجن بيضطر يشيل حته من اللسان بحته من الفلور بحته بالمندبل. فهمت ازاي؟ لو جه في التشيك هيضطر يشيل التشيك بالمندبل اللي تحتيه، فهي اجريسيف جدا. ومشكله الاورال كانسرز انها اجريسيف جدا، بتتشال بالستراكشرز كلها اللي حواليها، فلازم انت كطبيب اسنان تعرف البريديسبوزنج فاكتورز عشان لو قابلتك لازم تكون عينك عليها وعارفها. طيب اول حاجه بيقول لك الفيروس، طبعا هو الكانسر في العموم انون فاكتور، انون كوز، يعني ما حدش يقدر يعرف الكانسر جاله منين، خلاص. انما في فاكتورز بتأرج يعني وبتساعد على ظهور الكانسر، وانا من وجهه نظري اللي اكيد كل الناس عارفينها يعني، بس انا من وجهه نظري بصراحه ان غالبا الكانسر بيبقى فيه جيناتيك فاكتور عالي، يعني غالبا بيبقى فيه جيناتيك فاكتور، بدليل ان في 2 أو 3 او المجموع ممكن يتعرضوا لنفس البريديسبوزنج فاكتور، مش كلهم بيدوا نفس رد الفعل، وغالبا اللي بيدي رد فعل الكانسر غالبا بيكون فيه في عيلته حد كده، وطبعا يعني شيء مؤسف جدا، ربنا يا رب ما يعرضش حد لكده. طيب اول حاجه الفيروس، وقلنا الفيروسز في بعضها، في بعض الفيروسات بتأدي مع وجود الجيناتيك فاكتور ومع وجود بريديسبوزنج فاكتورز ثانيه لظهور الاورال كانسرز. طيب تاني حاجه الفيتنج دينشر، ودي مهمه جدا ودي تخصنا، خلاص. لازم تعرف ان الدينشر لما بيكون مش فاتت كويس بيعمل حاجة اسمها كرونيك اريتيشن، يعني على طول هو طويل طويل من الحتة اللي تحت اللسان، فالعيان لبسه مرة وتعبه لبسه مرة ومش عارفة وطنش لبسه مرة وخد عليه وبقى بيلبسه خلاص عشان يتصرف. فهمت ازاي؟ وعلى طول يوميا بشكل يومي اريتيشن اريتيشن اريتيشن، خلاص. فالوضع ده بيؤدي لان في النهايه التشوز تستجيب استجابه بيسموها
يعني استجابة غير منطقية، خلاص تبتدي ان هي تتحرك تعمل تغيرات غير منطقية او غير طبيعية يعني، فتتصرف بطريقة نيو بلازم، خلاص تدي اشكال ان اورجنايزد يعني، ففي النهاية تتطور لانها تكون تيومر خلاص. فدي سبب من الاسباب مهمه جدا، وفي كتير من الاور كانسرز كانت ليها علاقه بان الراجل لابس دنشر بقاله فتره طويله ما عملوش مينتننس وما كانش مظبوط من الاساس. طيب بعد كده الالكوهولز، وقلنا الناس اللي بتتناول الالكوهولز طبعا معرضين. طيب التوباكو، وهو التبغ، والتبغ طبعا معروف في كل الوسائل اللي هو بيتاخد بيها انه بيسبب كانسرز، بس احنا ايه علاقتنا بيه؟ هل اللي بيدخن سجاير بيجيله كانسر في بقه؟ ايوه بيجيله يعني اجريسيف جدا وبغباء، وبيجي في سن صغير، وبيجي في سن صغير خلاص. ومحدش يقول انا عندي عمي ولا خالي ولا ابويا بيدخن بقاله 40 سنه، مش الكلام ده. هي بتبقى يعني هي بتختار، انت هتقول لها لا، ما ابويا ما جيتيش عند ابويا ليه؟ خلاص، فلازم نكون حريصين جدا جدا، ان دي بتبقى مأساة خلاص. طيب واللي اهم بقى من التوباكو اللي هو التدخين العادي، في انواع من التدخين بتبقى اجريسيف، في حاجه كانوا سموها زمان التشيوينج توباكو او منتشره في اليمن كان اسمها القات خلاص. القات ده ماده مخدره كده او ماده معرفش مكيفه بقى ولا ظروفها ايه، المهم ان هم بيندغوها، ومش بس بيندغوها يعني مش مثلا يندغها ويبلعها او يندغها ويتفها، لا ده بيندغها زي اللبان كده وفي الاخر يسيبها تحت لسانه ويقفل وينام، ينام عليها بقى، هي تطلع بقى تليك بقى المواد المخدره او المكيفه، فهي هي بتتناول كده، اسلوب تناولها كده انه يدفسها تحت سنانه وينام عليها ويسكت وينام. فطبعا كتر المؤثرات والاريتيشن طبعا بتدي ردود فعل سيئه جدا، والحاله دي منتشره جدا في اليمن والدول المجاوره يعني، وكل من هو بيتناول القط بالطريقه دي. طيب وطبعا السيجار بشع. طيب الليكوبلاكيا، يعني ايه الليكوبلاكيا؟ احنا خدنا الليكوبلاكيا في الباثولوجي وقلنا ان دي وايت باتش او زي ارياز بيضه كده، واي حد كشف على بيشنتس كتير طبعا اكيد ممكن هتكون قابلته، بتظهر في التشيكس، بتظهر في البالات، بتظهر في اجناب اللسان خلاص، ودي بتظهر كتير وساعات ما يبقى لهاش معنى، ساعات بتظهر كده من الاريتيشن من الحاله النفسيه وات ايفر، بس بقى سلام لو قابلت في وشها جيناتيك فاكتور ولا حاجه او بريديسبوزنج فاكتور كذا واحد مع بعض اتقابلوا، فللاسف ممكن تقلب كانسرز طبعا. طيب بعد كده في حاجه مهمه جدا اسمها اورال لايكن بلينس. لايكن بلينس ده مرض مناعي خلاص، برضو بيعمل باتشز كده خلاص، ممكن تبقى بيضه ممكن تبقى حمراء ممكن تبقى مختلطه، وطبعا عرفناها برضو في الباثولوجي، ونفس الفكره ان مشكله اللايكن بلينس برضو للاسف غالبا بيقلب خلاص، غالبا بيقلب كانسرز يعني، مش كله بس غالبا خلاص. طيب كده عرفنا البريديسبوزنج فاكتور وعرفنا الديسابيلتيز. طيب بعد كده ندخل في الكلاسيفيكيشن، احنا في البدايه قلنا الكلاسيفيكيشن البدائيه الاوليه خلاص، قلنا ان في حاجه من اتنين، يا اما اني اشيل الديسيزد تيشو الديسيزد بون من المانديبل واحافظ على الانفيريور بوردر، وفي الحاله دي اسمها مارجنال ريسكشن، جايه من اسمها مارجنال يعني حافظت على الانفيريور مارجن بتاعي، يعني المانديبل كجسم انتكت، لكن لو فتحت بقه هلاقي جوه جزء كبير مفرغ خلاص، وده ممكن طبعا يعمل لص في السبورت مفيش مشكله، بس ما يأديش لفيشال ديسفيجرمنت قوي، وخصوصا ان انا لو عملت له بون جرافت وامبلانتس وطقم بعد كده مش هيبان حاجه خلاص. قلنا في البدايه ان مشكله المارجنال سيكشن في السبورت للبروثيزس بتاعته. طيب تاني نوع، النوع اللي اسمه سيجمنتال ريسكشن، يعني شلنا السيجمنت بحالها بالانفيريور بوردر بتاعتها، وللاسف ان في ساعات ناس ممكن نشيل لها مثلا الجزء ده كله وتفضل الكوندايل متعلقه هنا، ويبقى في هنا كوندايل ببقيه الماندبل وهنا كوندايل بحته صغيره متعلقه، هل اقدر اسيبها واكمل عليها؟ للاسف لا خلاص، وانس ان انت كسرت البوردر فانت مضطر تشيل الناحيه بحالها، للاسف شيء مؤسف يعني. طيب خلاص، بس احنا هنا عايزه اوضح لان ده ما اتضحش قوي يعني في الشرح، ان فكره الديسابيليتيز اللي هتقابل، قلنا ان المارجنال هيقابله السبورت، لكن السيجمنتال هيقابله فيشال ديسفيجرمنت بشع خلاص. تخيل ناحيه من المندبل راحت، هتقولي ازاي عايش؟ عايش، وفي ناس بتفقد المندبل كله وتعيش، وفي ناس بتفقد المجزله كلها وتعيش، وانتوا لو قلبتوا وجبتوا صور من على النت هتلاقوا
خلاص، الراجل ده بيتعوض له، ما فيش مشكله، بيتحط له بون تعويضي وبيتحط له مندبل صناعي وما فيش اي مشكله خلاص. بس اهم حاجه نعرف ان هيقابله طبعا فيشل ديسفيجمنت، وهيقابله طبعا سالفري كنترول ضايع، مش السليفه بتقع، هيقابله طبعا دامجد اوكلوجن، اوكلوجن ضاع خلاص، عنده سايد بحاله ما فيهوش اوكلوجن. بس الاهم من كده ان الاوكلوجن في السايد السليم برضو ضاع. طب ضاع ليه؟ علشان الديفيشن. انا عايز اكل اهو، والمندبل اهو فتحت، ها دخلت اللقمه، ها جيت اقفل البتاع، مش عارفه اعض. اللور تيث ما بتقفلش على الابر تيث، بتمشي في ناحيه الريسكتد سايد، بتمشي في ناحيه الريسكتد سايد او الديسيزد سايد او اللي حصل فيه العمليه يعني خلاص، ويقفل الناحيه دي. اذا الاوكلوجن عند الراجل ده ضاع، وحاجه اسمها ان الاوكلوزال بلين بقى بيسموه روتيتد انفيريرلي، وقع، بص وقع خلاص. ففي الحاله ديت هيتصلح ب المانديبولار ديفيشن بروتيزس، وهيتصلح طبعا بريكونستراكشن السيرجيكال اللي هيحصل بعد كده، بس لما نصلح الديفيشن الاول وهتعرف ليه. طبعا هيقابلوا ديفيشن، وقلنا الكلام ده، وقلنا ده بسبب ان في ماستيكيشنز ماسل في ناحيه، والناحيه التانيه ما فيهاش ماستيكيشن ماسل. طيب نكمل. احنا كده عرفنا الديسابيليتيز ومن اهمها الديفيشن. طيب انا دلوقتي هبتدي علاج للراجل ده، ايه اللي بيتم؟ انا النهارده اكتشفت ان عنده تيومر وشلت التيومر سيرجيكالي، فبقى عنده إيه؟ خلينا بقى هنتكلم عن السيجمنتال ريسكشن اللي هو شال سايد بحلو. على فكره في كلاسيفيكيشن تانية نسينا نتكلم فيها، طب معلش ناخدها على السريع كده خلاص. احنا قلنا ان الكلاسيفيكيشن الاساسيه مارجنال وسيجمنتال، الكلاسيفيكيشن التانية اسمها كانتور اند كارتس خلاص. كانتور اند كارتس، ايه هي كانتور اند كارتس؟ هما ست ستيجز في المحاضره، معمول لكم في السلايد خمسه بس، والسته مش حاطط لكم صورتها يعني، بس موجوده بس مش حاطط لكم صورتها. ايه هما الست ستيجز او الست كلاسيفيكيشنز كلاسز؟ اول كلاس قلنا المارجنال ريسكشن اللي هو محتفظ بالكونتينيوتي بتاع الانفيريور بوردر بتاعه، يبقى الكلاس 1 المارجنال ريسكشن ان انت عندك الكونتينيوتي بتاعت المانديبل محفوظه والانفيريور بوردر محفوظ، يبقى ده كلاس 1. تاني كلاس ان انت تخليت سيرجيكالي عن سايد بحاله من المانديبل بس لحد اللاترال اوف ذا كاناين اوف ذا ريسكتد سايد، ده مش ده يعني، دي الناحيه الانتكت ودي الناحيه اللي فيها الديزيز اللي هشيل منها، فبشيل من الكوندايل لحد اللاترال بتاع الكناين، فهمت؟ دي الكلاس الثانيه. طب الكلاس الثالثه، عدينا الميد لاين، يعني يا اما انك توصل للميد لاين يا اما تعديه خلاص، يبقى دي اول ثلاثه كلاسز. طب الكلاس الرابعه ان انت هتشيل لاترالي وهتعوضها سيرجيكال، هي اسمها كده خلاص، يبقى لاترال ديفكت بسيرجيكال ريكونستراكشن، ببون جرافت وسيرجيكال ريكونستراكشن. طيب الخمسه ان الديفكت في النص انتيرير خلاص، بيقول لك سيجمنتال ريسكشن ببون جرافت وريكونستراكشن. طيب والسته ان يكون في ديفكت انتيريرلي من غير ريكونستراكشن، ما تسالنيش ليه، هي اسمها كده خلاص. يبقى ادي كلاسيفيكيشن بتاعتنا الاولى والثانيه. طب ندخل في اللي بعده. اهم حاجه في الشابتر ده في العموم، وهو ده اللب الموضوع، دي شغلانتنا احنا الاساسيه، ان انا اصلح الديفيشن اللي عند الراجل ده. طب انت هتقول لي انا بصلح الديفيشن ليه؟ طب ما انا كده كده لو ركبت له إيه، لو عالجته سيرجيكالي، لو حصل له ريكونستراكشن، يعني افترض انت الناحيه دي مدلدله اهو، فانت بتفترض في مخك ان انا اول ما احط له الحته دي سنتاتك مثلا جزء كده صناعي خلاص وقفلت له المندبل، هيقفل تاني طبيعي. لا ده ما بيحصلش. ليه؟ خليك معايا. التركيب ما بيحصلش ما بيحصلش ريكونستراكشن سيرجيكالي للبيشنت اللي معمول له ريسكشن على طول. ليه؟ لسببين. اول سبب احنا قلنا ان بعد العمليه على طول بيحصل تغييرات كتير في الريسكتد سايد اثناء الهيلينج، وبتبقى سريعه جدا في اول شهر، وبعد كده بتخف لحد 4 شهور، بعد كده بتبتدي العمليه تتباطأ لحد بعد السنه تتوقف. يبقى اذا احنا عندنا هيلينج بيتم،
ما اقدرش ان انا اتدخل جراحيا واعمل بون جرافت قبل سنة على الاقل. طيب بعد كده ايه السبب التاني؟ ان ده تيومر وان عندي احتمالية للريكارنس. كان عندي فوق في المجزلة في احتماليات الريكارنس، ما كنتش بقفل خالص سيرجيكالي، وكنت بعمل له اوبتيوريتر. لكن انا في المندبل هعمل ايه؟ مضطر ان انا اركب له بقية المندبل عشان يعيش بيه خلاص. فانا عشان اعمل ريكونستراكشن لازم استنى فتره طويله جدا. طب في اثناء السنه ايه اللي هيحصل لبيشنت عنده ناحيه واحده والماسلز خدت على كده ماشيه براحتها بتعمل ديفيشن؟ هل انا اقدر ان انا اعمل تركيبه للانسان ده يعيش بيها السنه او حتى بعد كمان السيرجيكال ريكونستراكشن؟ هقدر اعمل له تركيبه ياكل بيها كويس ويقفل كويس ويأكلود كويس؟ يعني انا واحد بقاله سنه ديفيتد، اول ما اعمل له سيرجيكال ريكونستراكشن واركب له تركيبه بقدره قادر هيقفل؟ لا، حتى بعد ما ركبت له التركيبه لو انا ما عالجتلوش الديفيشن قبل هيفضل، وانت عامل له سيرجيكال ريكونستراكشن. فهمت؟ يبقى اذا انا محتاجه اعالج الديفيشن حتى قبل الريكونستراكشن ومن اجل الريكونستراكشن خلاص. طيب الديفيشن ده بيتم، احنا قلنا ان فقد الماسلز اوف ماستيكيشن المقابله، وبالتالي الماستيكيشن دي اتعودت على قفله معينه، انا عايزه اعدل التعويده. كمان خد بالك ان انت بسبب فقدان الماسلز دي بيحصل حاجه اسمها تريزمس. تريزمس يعني ايه؟ يعني تشنجات، يعني كمان ممكن ما يقدرش يفتح اساسا، لا هو قادر يقفل ولا هو قادر يفتح خلاص. تريزمس دي بتسبب نقص في الاوبننج، في درجه الاوبننج، متشنج لا عارف يفتح ولا عارف يقفل كويس. فاذا انا عندي مشكله في الديفيشن وفي التريزمس، فانا بعالجها بثلاث طرق. اول حاجه زمان كانوا بيعملوا حاجه اسمها انتر ماكسيلاري فيكسيشن، بمعنى ان الراجل ده اول ما يحصل له ريسكشن بيروحوا جايبين بقى، طبعا الراجل اللي عنده اسنان الايدنشلز ده مش تبعنا، الايدنشلز ده مشكلته كبيره، وبرده بيعملوا انتر ماكسيلاري فيكسيشن بس في سبلنت بيتعمل هنعرفه بعدين خلاص. فاذا انا بتكلم عن راجل عنده سنين، فالراجل ده شايلين له سايد بحاله، فبعمل له حاجه اسمها انتر ماكسيلاري فيكسيشن